جمعة مباركة، جمعة مباركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الكرام. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أواخر شهر ذو القعدة، تحرك السيد الحسين بن علي وفاطمة بنت السيد محمد، تحرك تحرك إلى كربلاء العراق. هو ده طاقة محرم، 9 من محرم. تم قتل سيدي الحسين، فهو حج ثم تحرك إلى الأرض اللي استشهد عليها. هذه الطاقة، طاقة محرم. والحمد لله على كل حال. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حسين، وعلى الأرواح الطاهرة التي حلت بفنائك وجوارك تربتك الشريفة. أنتم السابقون وها نحن إليكم لاحقون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالسيدة زينب أخته الصغيرة مسكت راسه الشريف ودارت بيه الشام ومصر والمدينة، مسكته كده تتساءل من غير جواب: أيرضيكم مع حل بآل محمد، أهل بيت محمد؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طاقة سيدة زينب، الصلاة والسلام عليك يا سيدة زينب، وعلى الأرواح الطاهرة التي حلت بفنائك وجوارك وتربتك الشريفة. أنتم السابقون وها نحن إليكم لاحقون، إنا لله وإنا إليه راجعون.
هي دي الطاقة. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. الله يا عظيم، أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم. بعدين طبعا سر أسرار الفاتحة، ولحضرة رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الكرام ولأموات المسلمين، الأموات جميعا. الله يرحمك يا أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله.